يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال هل يستدل بحادثة ذات الأنواط على باب العذل بالجهل لمن أسلم قريبا؟ نعم، ما فعلوهم قالوه بجهل، ولما بين لهم موسى عليه السلام، بين لهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، انتهوا تركوا. الجاهل إذا قال كلاما محرما أو شركا ثم نبه عليه وتركه فلا شيء عليه. نعم، يقول الجاهل يعذر إذا بين له. نعم،